أصدقائي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الخلية أنا تعمدت أني أترك هذه المسافة أو هذه الفتحة بين العاسلة وصندوق التربية لكي أختبر سلوك النحل في غلق وترميم الشقوق المتواجدة في الخلية. طبعا النحل يكره كثيرا دخول الضوء إلى خليته، يكره كثيرا دخول التيارات الهوائية إلى الخلية. خلوني أصور لكم هذه اللقطة. معليش، كانوا زوج نحلات، نحلتان تتشاجران على البروبوليس. قلت لكم النحل يكره دخول الضوء إلى خليته، يكره دخول التيارات الهوائية إلى خليته، لأنها تؤثر، خاصة التيارات الهوائية الساخنة أو الباردة، تؤثر كثيرا كثيرا على وضعية الخلية وعش الحضانة من الداخل. لذلك فأنت لما تترك هذه الشقوق، النحل مباشرة يبدأ في ترميمها باستخدام البروبوليس. طبعا هو يغلق تقريبا كل الشقوق كما شاهدنا، ويترك فقط ممرات صغيرة للصروح يدخل ويخرج منها كما نشاهد هنا. كل ما الخلية تكون قوية، كل ما عملية ترميم الشقوق تكون سريعة جدا. كل ما الخلية تكون ضعيفة، كل ما العملية تتطلب منها وقت وجهد كبير بزاف. في بعض الأحيان عملية الترميم تكون ممتازة جدا، وفي بعض الأحيان الأخرى العملية تكون كأنها مجرد عمل عشوائي هكذا غير متقون، وهذا أيضا راجع إلى نوعية النحل وإلى بصمته في بناء الشمع، بصمته في تختيم العسل، عنده أيضا بصمة في ترميم الشقوق وترميم الفتحات. لكن بصفة عامة هذه طريقة من الطرق التي تستطيع من خلالها أو تتمكن من خلالها من جني قليل من البروبوليس للاستخدام الشخصي أو للاستخدام العلاجي أو من أجل البيع أو من أجل الصدقة. المهم طريقة بسيطة ولكنها تؤتي ثمارها. حاول أنك إذا أردت أنك تنتج البروبوليس، حاول أن تترك بعض الفتحات أو الشقوق بين العاسلة مثلا وصندوق التربية، أو بين الغذاية والعاسلة، فالنحل مباشرة يقوم بغلقها وأنت تقوم لاحقا بجني هذه الكمية. إن شاء الله تكون الدردشة تاع اليوم أفادتكم، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.